لكن الظروف صعبت وخلتنا نتوب بين الحلول نتعب ونتأمل وصول بس مش معك لو تيأس بلحظة وتخذل من معك تتجاهل النور اللي خوفي لو يزول لكن معك لو ناوي نرجع نحصد البذرة ثمار نمسك زمام الأمر نبحث عن حلول أيوة معك يدي على يدك تعال نسمع مهاجلنا بأطراف الحقول أيوة معك مسلسل درامي إذاعي تأليف زياد القحم فارقة بنت معياد آلاء جمال إخراج نزار حمزة ألوان الأيام الحلقة الرابعة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله والسلام تحية قد أنا خايف من موضوع الكورونا وخايف أكثر لأكون سبب إني أجيبه من خارج لأي واحد في البيت حيابك بيت عمك ناجي أهلا وسهلا اليوم أنا فرحان إني شفتك والله يا عم ناصر حبيتك من كتر ما يتكلم عمي ناجي عنك الله يحفظكم كلكم ناجي ده هو اللي خرجت به من بين الأصحاب كلهم هذا نجيب يا ناصر قد عرسه عيون قريب إن شاء الله بتشرفونا الصراحة إنكم تأخرتوا كثير بالزواج كم قد عمرك يا نجيب قل لي 24 هو من مواليد نفس العام اللي ولدت فيه بعيون يا رجل أتق الله ليش أخرت زواجة عيون كذا أنا ما وقع عمري مثله إلا وقد مت نحن نقول دائما إن النصيب له دور هي كانت رافضة ترتبط علشان دراستها وشغلها ولما تقدم نجيب وهو مثل ما تشوف ما شاء الله شاب مهذب وإعلامي لما تقدم وافقت أما أنا أكيد كنت بوافق لما يجي نصيبها اللي هي ترضاه في أي وقت حتى لو عاد عمره 20 ذكرت أنا يا نجيب بحامد خطيب بنتي لمياء كان يشتي يقع مثلك إعلامي بس أبوه رفض وخطبنا له البنت لكن قل لي يا نجيب كيف العمل حقكم ده؟ زيه زي أي عمل متعب ولازم تجتهد كثير عشان تقدر تكون مميز في به أنا عملت حضور كويس لما سافرت الساحل وعملت تقرير صحفي عن انتشار الكوليرا بعد ما تلوت الماء حق الشرب عندهم لكن ما كانش الشغل سهل تعبت كثير وبعده تعرفت على عيون لأنها كمان كتبت موضوع عن الكوليرا وكانت بداية تعارفنا ما شاء الله الله يتمم لكم على خير ها قل لي دحين تشتغل حاجة على المرض الجديد ده اللي اسمه كورونا 19 على قولتهم يا ليت والله بس عاد أنا مشغول شوية باستطلاع عن زواج الصغيرات كله نصيب شوف الكورونا أهم اليوم قالوا في تنتين حالات في العمارة دي جيران عمك انتبه لنا ايوه والله لكن لا تلف ولا تدور يا ناصر قل لي كم عمر بنتك لمياء لتشي الزوجة يمكن 14 سنة كيف تقول يمكن كم عمرها اكيد يعني نقول بين 14-15 كده لحظة من مواليد كم معي شهادة ميلاد شهادة ايش ما فيش معي شيء اهجع ناصر بطاقته تالفة وبنته بدون شهادة ميلاد وزوجته كمان ولا حتى عمل بطاقة عائلية لأسرته أنا مش عارف والله ليش أنا أحبه أيوة يعني دحين تقصدوا أنه شهادة الميلاد ضروري والله ما أنا عارف إيش اللي حصل لي وبتفكيري ما نش داري وأنا جالس أدور على حالة تزويج صغيرات والموضوع الآن أقلين يدي وبا يكون وقف هذا الزواج جزء من نشاطي في الموضوع وقف ايش؟ عقال اقول لك دحين وقت غداء قوموا نتغداوا وبعدين لنا كلام شوفوا هدايا عمكم ناصر قلت لكم هذا الرجال دائما بيخلي أيامنا ملونة الله ليمون تسلم يا عم ناصر على هذا هذه ثمرة مليانة كالسيوم وفيتامين سي يا إيش يا فيتامين سي بتهجع
وربي ما في به حاجة نظيف من الشجرة لا عندكم. ذاك ابن علي مشموس دائما يرش الشجر بالتوباز والغاز والفلتامين ده اللي يدخل عليه، أما حقي أمانا ونظيف. قال لك فلتامين أهجاع. أنت فهمتني غلط، أنا قصدي مفيدة، لأن فيه بمواد مفيدة. لحظة إيش باقي؟ عسل بلدي يا عم ناصر، والله إن أنت عسل، لي زمان ما أكلت سكريات طبيعية. إيش من سكر؟ الله المستعان عليك، ده من النحل حقي وراسك، والله ما دخلوا حبة سكر. هم دناك اللي فوق الوادي 3 بيوت يجيبوا للنحل حقهم سكر وحلاوة ويخلطوا العسل الممتاز بعسل مش مليح، أما حقي والله ما في بو سكر. أيوة ضحكوا عليا. هو قصده إن العسل حلو والحلاوة حقه طبيعية، أما منتجاتك يا عم ناصر فيه لا يعلى عليها. ها شوفوا باقي هنا تفاح بلدي، وانتوا عارفين كم فيها فوائد، مش أولها الفيتامينات ولا آخرها إنه يحتوي على الألياف. أيوة والخبارة دحين انتي عادك الثانية أجيتي لي إيش من أليات؟ إلا صدقتي صح، إحنا نرشه بالليا صح نسقيه، لكن والله ما يدخلوا لا سم ولا من دي الفيتامينات اللي يدخلوا عليه. رجعتوا تضحكوا. الله يبارك لك ويعوضك على قدر كرمك معانا. التزامك بالحجر الصحي حماية لك ولأسرتك من فيروس كورونا كوفيد 19. الظاهر أنه قد الحجر الصحي إجباري من بكرة، والمحلات بتكون مقفلة، وهذه فرصة كبيرة نجلس معك وقت أطول. إيش تقول يا عاقل؟ أنا ملتزم بموعد العرس، ولازم أخلص أموري بكرة وارجع القرية. انسي، مش ممكن ترجع قبل ما ينتهي الحجر ونعمل حل لأفكارك؟ الصباح بيجي نجيب ويعرض عليك تقرير اللي جهزه عن زواج الصغيرات. اسمعي يا حرمة، قدنا مربوش والله، الكلام اللي قاله نجيب عن زواج البنات ربشنا، وأنا أشي أستر بنتي وشكله الستر والقبر، لكن لازم أزوجه. قد الرجال باع الأرض وأنا مش ممكن أغير كلمتي. ونجيب جلس ساعتين يحاضرنا وعاد عيون باتجي من المستشفى دحينا، وأكيد باتر بشنا أكتر. أني قد قلت لك أختها الكبيرة زوجناها وهي أكبر بسنة، ولما حبلت ولدت وقع في بها هشاشة عظام وناسور. يا ويلي على بناتي، إيش اللي بنسوي فيهم؟ يا حرمة قعي دحين با تعملي مناحة، ما تعرفيش حاجة انتي، قعي لي يمكنها ما تحبلش دحين. ها والله نقدنا بقنن، كل ما أذكر انها تشتي رنج علشان تلون البقرة يتقطع قلبي، وناجي يقول خليه تلون أيامه ولا تجبري على لونك. وأنا أصلا ما فيش معي لون، لو أزيد أجلس هنا يوم بقنن. من معي؟ معك حامد، كيف حالكم يا عم؟ بخير، ايش تشي انت؟ والله بس قلت ابلغك ان صالح ابن عمي مات بعد ما تعرض لاختناق بسبب التهابات الصدر. ايش قلت؟ عاد الغنم حقه اكلين الزرع حقي. مزرع مات صالح، انت متأكد؟ طلع كورونا؟ الله يرحمك يا صالح، الله يرحمه، الله يرحمه. مات يا ميمونة، مات صالح، مات. يا الله لطفك، يا الله لطفك، وقع التليفون. عادوا مفتوح. ألو حامد، انتبهوا لنفوسكم يا عمة. وانتو كمان الله يعظم لكم الأجر، الله يعظم لكم الأجر. الله يرحمك يا صالح. لا تقلقي يا عمة، العالم كله بيعاني مثلنا، والقلق له تأثير سلبي على المناعة. ولا متى؟ قد لنا 3 أيام هنا ولا عاد عرفنا إيش نعمل.
قد سمعت بي وعمي ناصر يتكلموا إنه بكرة بيسافروا العزة حق صالح عندكم في القرية. أيوة. ويتكلموا مع أهل حامد، يمكن يوصلوا الحل ويلغوا الخطوبة. ويمكن أني سافر معهم، وخطيبي نجيب بيسافر علشان يكمل الاستطلاع حقه عن زواج الصغيرات ويعمل استطلاع عينة من أهالي قريتكم. أو لا، عمك ناصر بيغير رأيه كل ساعتين، ولو وصلنا فأول ما يتكلموا هو بيرجع يتشدد أكثر منهم. ما فيش قلق، قلت لك معقولة ضمايرنا وضمايركم تسمح إن إحنا نسكت عن مثل هذا العنف ضد الطفلة؟ الطفلة بنتكم هي إنسان لي حقوق كاملة، وحقي وهي طفلة إنها تتعلم لما تكبر وبعدين تتخذ قراره، وأكيد قراره بيكون مناسب لها ولكم. الله، ما أحلى كلامك يا عيون. ليت والله واني أشوف بنتي لمية في يوم مثلك، مع أسرتها عاقلة مثلك، ومع الجيران والأهل تضوي وتنور لهم طريقهم مثلك، في المستشفى تعالج مثلك، مش تدخل وهي بتموت من حمل مبكر أو ولادة متعسرة بسبب صغر سنه. لكن لساني معقود وناصر تركيزه مفقود. تهنا تهنا يا عيون، وتوهنا بناتنا معانا، تهنا وضاعت علينا الخيوط. مش عارفة والله ليش نسوي بنفوسنا كذا. مالك يا خالة، استهدي بالله. دائما أبي يقول لي إن الحياة ألوان، وإذا تقيدنا بلون تقيدت عقولنا. لا تخافيش، كلنا يد واحدة نحمي لمياء ونغير ألوان حياتنا شوية. ونسيت أقول لك حاجة. خير يا بنتي. نجيب اتصل أمس لأهل صالح الله يرحمه عشان يعزيهم. أيوة. وكلم حامد كمان وتعرف عليه، قال إن عنده موهبة في الإعلام، وحرام إنهم يضغطوا عليه يتزوج على حساب إكمال دراسته. يعني حتى هو طلع ضحية مع إنه كبير، فما بالك ببنتك الصغيرة؟ بس قد أبوه باع الأرض علشان زواجته، ولو رفض يتزوج بعد بيع الأرض ممكن أبوه يقتله يا دكتورة عيون. إيش؟ يجعل لعيونه العمى. حبة كبيرة والله العظيم. كل مشكلة لها حل. في راسي فكرة بقولها لك. ها؟ إيش هي الفكرة؟ انتظرونا في الحلقة القادمة. أيوة معك، تأليف زيادة القحم، فائقة بنت معياد، آلاء جمال، مراجعة نص يسرى عباس، بطولة نبيل حزام، نجيبة عبد الله، أمل إسماعيل، عبد الله يحيى إبراهيم، هديل أبو أصيل، عبد الغني مطاوع، أحمد المعمري، رشاء السلامي، محمد أبلان، نزار السنفاني، معتصم السامعي، سليمان القري، علياء الحماطي، معتصم السامعي، لطيفة أبو هاشم، رجاء صالح. تمثيل شهدي راجح، أمل الشيباني، آية الزمر، أشرف الداري، أنور الشرفي، عمرو الدلاق. مدير خط الإنتاج سحر عبد الله. منسق المشروع أمل الشيباني. مدير إنتاج أسامة الشهاري. منسق إنتاج نبيل العريقي. متابع إنتاج عبد الله المدعي. مصحح لهجة علياء الحماطي. أغنية التت كلمات حنان الصغير. ألحان وإنتاج صوتي إبراهيم بن طالب. توزيع موسيقي ومكساج محمد بريشان. غناء عزوز العواضي. الإشراف الفني هاشم حمود هاشم. الإشراف العام خالد سلام. إخراج نزار حمزة.